اكيد. يا نهار اسود والليل ده، ايه النور ده كله؟ يا نهار والمراوح كمان، انت هزمت يا سليمان. ايه في ايه يا باشا؟ ما انتش عارف في ايه؟ ايه النور ده كله يا اخويا؟ بقى انا جايب لومة ديون عشان اخف النور، تقوم تنور اللومة كلها 100 مرة اقول لك لمبة واحدة وبالليل، بالليل! أنا رأيي يا باشا إن احنا نشتريهم محروقين. يا سلام، لسه هتدفعلي فلوس. عاوز نشتغل معاه في الشركة، بس أنا واثقة إنه مش هيديني مرتب، علشان كده أنا بضارب في البورصة. هي دي الفلوس. ودي أمي الله يرحمها، سايبالي فلوس كتير، بس أبويا بينقطني بيها، عشان كده مش عارفة أضارب في البورصة براحتي. موبايلات ايه يا بابا؟ ما انا مطلوبه اهو. ايوه مش هتردي يعني البطاريه هتفضى، هتشحنيها يعني كهربا يعني فلوس، مفيش موبايلات بعد كده. اوعي كل الخناقه دي عشان فاتوره موبايلي جت 3000 جنيه بس، حاجه تحرق الدم. مكتبي في الحاره المتواضعه دي مؤقتا لحد ربنا ما يفرجها. سمحت يا ابن الناس، شيلني اذا كريمة سكرتيرتي. أصل السكرتارية هي وجهة رجال الأعمال، صحيح هي ما تنفعش حتى وجهة محل، بس أهي سكرتيرة مؤقتة لحد ربنا ما ياخدها. إيه صباح خير حبيبي جمعة، أنت بتعمل إيه في حمامنا؟ جايب لك شغلانة سقع، زبونة كانت عندي بتقص. روح العنوان ده وأنت هتعرف كل حاجة. يلا سلام. أقعد افطر معايا حبيبي. يفطر فين؟ في زبون دق، امشي عنه. لازم تمشي حالا. أوكي يلا زبون جوه. السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك. محسوبك المعلم عبده اجاني صاحب مكتب حانوتي الشباب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ما تاخذنيش معلش في السؤال، حضرتك حانوتي يعني محتاج الدعاء في ايه؟ لا الدعايه دي مهمه جدا بالنسبه لي انا بالذات، لان لا مؤاخذه انا شغلي كله حديث. يا ما شاء الله. شوف يا استاذ، انا عايزك تعمل لي دعايه تهز المقابر. تهز المقابر. طيب انا بتهيالي نبتدي بالتسويق الاول. انا ممكن اعمل لك عرض لمده شهر بس، الميت عليه ميت مجانا. حلو. وممكن نسجل سيديهات عليها صويت. الله حلو ده، انا موافق. انا عايزك كمان مؤاخذه تعمل لي شريحه في التلفزيون تقول فيها في التلفزيون عزيزي العميل اختار تربتك بنفسك. بس هو بتهالي موضوع التلفزيون ده هيكلفك شويه. لا استاذ اعمل ميزانيتك، ما يهمكش حاجه. اوه افتكرت، انا عايزك تعمل لي كروته. ماشي، هعمل لك كروته كده بشريطه سودا واكتب لك عليها وحده. ان شاء الله هتلاقي الميتين للركب بدون مقاطعه. لا لا كل وشك حلو عليه. اتفضل. طب يا ست اعوذ بالله، ليه يا بنتي كده شربات؟ ايه الفان ده يا عمو؟ مال الفان ده شربات، تعال اشرب خد خير ان شاء الله. طول ما بيشربوش غير قهوه ساده كنت تعملي اي حاجه سودا يا عم. اجرني خلاص يا استاذ. استنى بس خلاص حصل خير بقى. خلاص 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 ادلوقي في الحوض. خلاص راح الشربات. خلاص يا مؤاخذه دي السوى عشان الدعايه. سوي ايه الحلاوه دي؟ وانا مأخذ الفلوس دي مش المبلغ كله، دول قرشين كده تحت التراب. تحت الحساب. طيب استاذن انا بقى. ماشي يا سيدي، سعيكم مشكور. رفع الله وسعك. اهلا اهلا. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ يلا خش تعالى حبيب قلبي. حتى الحنوت عايز يعمل اعلان. ايه اخبار؟ امسك يا سيدي. ايه دول؟ دول 250 جنيه حساب فكره اعلان البطاطس. لا يا راجل عجبتهم؟ دي مدغدغه الدنيا يا ابني. انت ما بتنزلش الشوارع ولا ايه؟ على خفيف كده. امسك يا سيدي، ده اعلان جديد. لا لا ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ جل للاطفال؟ جل كيرلي، جل للاطفال الشعبيين. يا سلام. يا ابني الشعبيين ليهم منطق خاص. اولا اسم كيرلي ده ما ياكلش معاهم.
احنا ممكن نغير الاسم ده ونخليه حاجه حرشه كده، عارف، جل 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 زحلقه، جل زحلقه بطعم الكاتشب. اعمل اللي انت عايزه. طب ماشي تمام. انا ماشي بقى. بقول لك ايه، انت رايح فين؟ انا رايح مدينه نصر. طب كويس قوي قوي، توصلني بقى معاك في سكتك. ليه انت رايح فين؟ الهرم. صباح الخير يا ادهم بيه. صباح الخير يا سامي. هاتي لك شوفات حساب البنوك كلها. ها حاضر. الو، ايوه يا ملك. ايه مال موبايلك؟ طب معلش معلش ملك، فكري بقى بسرعه فيلم من افلامك لحسن باباكي طلب شوف حسابات البنك. طيب يلا يا ملك، باي باي. جاهزين يا واد يا صفصف؟ جاهزين يا معلمه. طب يلا رقصوا. هوبا. خلاص هطنشك وشفتك عقلي شك، ما انت اتصي عليا وعاوزنا في شك، انت مش متظبط كل يوم بتلخبط، لو فضلت تخبط انا هفتح واكرشك فوق يا واد. انا سبسب الانسه زيزي جوه. الانسه؟ موجود. اتفضل. هي دي اللعبه. استاذ زيزي؟ انسه؟ في حاجه حضرتك؟ اصل بقالي كتير ما سمعتهاش. بتضحكي الضحكه دي. اهلا وسهلا. وتطلع مين بقى بسلام؟ انا رشدي، رشدي بتاع الدعايه من طرف جمعه الكوافيرك. طب تعالى اقعد. تعالى. ممكن بقى اعرف يا انسة مش زيزي ايه نوع السلعة اللي حضرتك عايزة تعليني عنها؟ سلعة؟ وانت شايفني قدامك ايه؟ علبة سمنة؟ ده انا عايزاك تطبع ورق عليه صورتي وهدايا عليها اسمي وشنط بلاستيك واقلام ونتايج. ايه ده كله؟ هو افتتاح صيدلية؟ وانت مالك انت؟ هو انت شريكي يعني؟ ان شاء الله تطبعي مسكيات. وعايزاك كمان يا اخويا تعمل لي اعلانات قدام الكباريه وعليها صورتي دي. حلوتي ماشي بس دي عريانه قوي. جرى يا اخويا؟ هو انت شايفني قدامك مدرسه؟ بقولك ايه، انت شكلك كده مش مريحني. عارف لو الشغل ما عجبنيش، شايف الاثنين اللي وراك دول؟ الحقيقه شايف حتت منهم. تخيل انت بقى يا عينيا الحته دي ممكن تعمل فيك ايه؟ لا في صوره عريانه اكتر من كده. طب جوز حضرتك موافق على الصوره دي؟ اهو جه. خبي الصوره دي، خبي الصوره دي. تعالى يا حام، تعالى يا حبيبي، قول لي ايه رايك في الصوره دي؟ حلوه قوي يا حبيبتي. عجبتك؟ ده مبسوط. عندك مانع؟ لا ابدا، نبقى كلنا مبسوطين والحتت مبسوطه زي الفل، ما عنديش اي مانع. ماشي انا راح اخلص الشغل واجي لك على طول. وعينيا ليكم. يا سلام يا سلام عليكم. سامع محامد؟ الله على شنبك. الله. سلام عليكم. ممكن تطفي السيجاره؟ ايه دي محطه بنزين ممنوع. ايوه بس لسه مولعها. طب بقول لك ايه، لف لفه كده عقبال ما اخلصها. العربيه ما فيهاش ولا نقطه بنزين. طب خلاص انت مزعل ليه؟ كفايه كفايه، وصلت للفلتر. كنت شميت ريحته كذاب يا ساتي. احط كام؟ حط 10-80 وعينك على العداد وخليه يتوصل. ال80 بيخلي العربيه تكركر. تكركر ده ايه وانا راكب جوزة؟ حط وانت ساكن. يا ساتر على الطمع. يا نهارك اسود ومنيل. افتح يا ملك. مش هفتح مش هفتح. انا ما
رجالي الموبايل. بقول لك افتحي، ده انا هفتح دماغك واكسر رقبتك على الوديعه اللي كسرتيها دي. مش هفتح، مش هفتح كده. انت فاهمه يعني ان انت كده بتلوي دراعي يا ملك؟ وهفضل حبسه نفسي كده لحد ما اموت من الجوع. انا عايز اموت كده. طيب يا ملك، طيب يا بنتي. يا ملك الوديعه معاها شهر 5. تكسر الوديعة قبل ما عدم يومين ليه؟ ليه يا مفترية؟ ربع مليون جنيه ما تديهم فين؟ رد عليا. البورصة يا دي، البورصة يا دي البورصة. ولا يا اختي مش هخلص من البورصة دي. انا عمري ما كسبت منها عجيب. ها البورصة، البورصة دلوقتي اسعارها دار ودوات الشارع. وبعدين دي فلوسي ورزة امي. امك، امك كانت شحاتة. امك ما عرفتهاش حاجة يا اختي. انا اللي كنت مدي الفلوس لامك قبل ما تموت. ويا رب اموت انا كمان عشان تخلص مني. يا رب يا اختي، يا رب تموتي وروحي في 60 داهية. يا رب، يا رب ريحني منها. يا رب ريحني منها بقى. يا رب ادي الجرايد اللي مضيع فلوسنا عليها. سمعتك على فكرة، ده شغل، شغل يا جهلة. انت ما روحتش؟ لا. في ايه؟ هلا؟ في ايه مالك؟ في ايه يا بنت مالك؟ لا؟ لا؟ يا كريمة؟ كريمة بقى؟ بس كريمة؟ هلا؟ في ايه يا بنت؟ في ايه؟ الفنيله اللي حملتها الرهيبه دي. دي مش رهيبه، دي جل. دي حلوه قوي. شكرا. انت هتكلم بابا امتى؟ ليه وعايز فنيلات؟ لا لا، طب بص اديله رنه وهو هو هيتصل بيك. اه رنه، عارف انا موضوع رنه ده. بقول لك ايه يا كريمه؟ نعم. انت ما بتزهقيش؟ هو انت شايفني وحشه؟ هو انا بس اللي شايف كده؟ طبعا. ما انت كنت بتقعد تقول رقصه. دلوقتي انا اللي طلعت وحشه. احترمي نفسك. الشغل بتاع الرقصه والحانوتي على الكمبيوتر هنا. انقليه على ديسك وابعتيه المطبعة وقول لهم ان احنا مستعجلين عليه. فاهمه ولا مش فاهمه؟ قاعدت اوعي. ماشي يا رشدي، اشوف انا ولا الرقص. دلوقتي فضحتنا بقت بجلاجل في البلد كلها. يا ادهم بيه، حضرتك ليك منافسين كتير، اكيد حد فيهم عرف موضوع انخفاض المبيعات راح مسربه. ما هو ده اللي مجنني. الغسالات ما بتتباعش ليه؟ الناس بطلت تنضف؟ يا ادهم بيه، انخفاض المبيعات في حاله وجود منافس جديد وبسعر ارخص شيء طبيعي جدا. عشان كده انا عندي اقتراح، احنا نصرف اكتر في الدعايه. نصرف؟ ده بيقول لي نصرف يا نط. يا استاذ انا بدفع لشركتك 150,000 جنيه في السنه. في السنة 150,000 جنيه، وجاي دلوقتي تقول لي اصرف تاني. يا ادهم بيه، ده المنافس بيدفع فوق المليون. مين؟ مين؟ ماشي يا لطفي. الغاب ماشي يا لطفي. يلا يلا. ماشي يا لطفي. يلا يلا مع ألف سلامة. ألف ليه؟ ليه التبذير بتاعك ده ألف؟ يلا في داهية، يلا يلا. يلا بقى خليك غرقان في خسارتك. حاسب على الشاي بتاعك قبل ما تمشي. وأنتوا كمان، كل واحد فيكم يحاسب على الشاي بتاعه قبل ما يمشي. ايه يا واد مالك مبلم لي كده ليه؟ يا نهار ابوك اسود. ايوه ايوه. عم حامد مالك في ايه؟ انت عيان ولا ايه؟ انا رشدي مش فاكرني ولا ايه يا عم حامد؟ عم حامد مالك؟ بقى انا الموت على اي حق. موتوه. هو ايه اللي حصل؟ بقى سيدي كهربا اخر الاحزان حزنوا. لا لا لا. ها؟ ايوه حصل. انا المعلم اجاني على سنه وقمح، خلتني ركاسه مصر الاولى. ها؟ حصل. ده انا ما كنت تحط هنا متينيه وسواريه. هو انت بقى بتاع الموت علينا حق؟ شوف شغلك. دينا اشوفك في الاخره بقى.
اضربك فين؟ مفيش في وشك مكان. يا عم اضرب وانت هتركن. فين عينك الشمال يالا؟ بس للدرجه دي الرقاصه والحنوتي شبه بعض قوي كده عشان تتلخبط ما بينهم؟ بس بقى يا اخي انا بجد وحقيقي مش عارف المصيبه دي حصلت ازاي. معلش معلش تلاقي بس السهر والاراق خلاك اتلخبطت وبدلت السرعه. المهم فين الشغل يا عم انت؟ قدامك يا عم على الكمبيوتر. حلو قوي، تسلم دماغك. اي خدمه يا عم. ودول يا سيدي 200 جنيه. بقول لك ايه يا سموحه؟ ما تشوف لي عميل من العملاء الكبار بتوعك يظبطنا في اي مبلغ كده في شغل حلو ولا حاجه لحسن حلم اشفره بدل التنقيط ده. يا ابني مفيش احلى من الشغل اللي بجيبه لك ده. الشغل مع الناس الكبار ده وجع دماغ يا سيدي. اهو اجرب. انت حر، هديك عنوان زبون اسمه ادهم الشاذلي، زبون 100 100. ليه قصه كده هحكيها لك بعدين. بس اوعى تقول انك من طرفي. عيب يا عم، هو انا عيل اقول انك من طرفي؟ ربنا يكرمك يا سموحه يا اصيل يا رجوله. ايه بقى اللي انت بتعمله ده يا اخي؟ مش عارف التلفزيون ده كان بيجيب القناه الاولى، حاولت اجيب له تانية مش عايز، الزر ضيق شويه. يا ابني ارمي الزباله ده. زباله؟ طب بيجيب الجزيره ده. جزيره؟ اه جزيره ايه؟ جزيره الذهب اللي قدام الناحيه التانية. خلص البنت، خليها تتنقل تزف. حاضر يا ستي، هي بتتجوز ولا بتولد؟ ايه منه في يا جمعه؟ ايه القلق ده؟ ايه الزحمه دي؟ ده فرح ولا ايه؟ عروسه دي؟ اه يا اخويا عروسه، امال جاموسه؟ طب بالراحه شويه يا ستي، الف مبروك على الجاموسه. يلا يا جمعه خلصت. خلاص خلاص شطبنا، اتفضلي. يلا يا بنت تمانه ضروره. بس يا سيدي مش عارف اجمع قرشين انكس بيهم البيت اللي هيقع على دماغي ده. يا عم ولا تضايق نفسك، انت مش قلت لي ان انت لسه واخد 200 جنيه من سامح الزفت ده؟ اه اديهم لي اديهم لي اديهم لي اديهم لي ليه؟ هات بس انا هخلص لك موضوع البيت ده. بيت ايه اللي هتنكسه ب 200 جنيه؟ اسمع كلام صاحبك مره واحده، اسبق ان انت على البيت وانا هجيب الناس واجيلك. انت متاكد ان الناس دول كويسين؟ دول 200 جنيه. ما تقلقش يا عم، مفيش حد هينكس لك البيت غيري. يا غبي حبيبي. ايوه ايه رايك بقى؟ هنقضي ليله زي الفل. خش إيه خش. ايه ده؟ انا قلت لك عايز انكس البيت مش انكسه. ايه ده يا عم؟ عادي مفيش فرق ما بين انكسه وانكسه، هو انا مهندس؟ وبعدين انا قلت انكسه لك ب 200 جنيه بس، دي خدت 100 ودي خدت 100. طب والقزعه دي تاخد 100 ليه؟ الاطوال ما تفرقش في الحاجات دي، دي من شارع الهرم ودي من اول فيصل. اتفرج بص، شايف النسوان عامله ازاي؟ انت جايب لي ازازه وكوبايه وتقول لي عليهم نسوان؟ لو مالكش في الطول خليك مع القصيرين. انت تخرسي خالص. اسكتي، امشي امشي امشي، انزلي تحت، اوقفي تحت السلم، امشي. دوم لو سمحت ماشي الناس دي حالا حالا. يلا قصيت النهارده. راح فين انت؟ امشي اوقف هناك، امشي. مالكش في طيب نصيب. عارف يا اخويا، امشي. مبسوط؟ مبسوط يا زفت؟ طيرت ال 200 جنيه اللي انا لسه واخدهم من سامح؟ سامح ده بيسرق افكارك بملاليم. والسامح ده اللي انت روحت اديت له فكره مشروع التخرج وخد امتياز زيه زيك، بس شوف دلوقتي هو بقى فين وانت فين. عايز نعمل ايه يعني؟ انا عايزك تبقى طيب يا رشدي زي ما انت، بس ما تبقاش اهبل. دي ارزاق يا جمعه. وبعدين خلاص يا عم اهو ردها لي، دليني على زبون عنده شغل كتير جدا وايده فرطه. هعدي. اه طب لو عديته بعدي عليا بقى. ماشي ان شاء الله. بقول لك ايه، انا عايزك تقول لي على محل من المحلات اللي انت بتجيب منهم لوتو الشيك بتاعتك دي. عليكوا على ابو نسمه تحت الكوبري بولا ابو العيله. لا لا انا عايز حاجه في الرخيص، يعني لو في حاجه فوق الكوبري شغال. ايه ده؟ 200 جنيه هيرجعوا هيرجعوا. اي خدمه؟ انا اتكلمت وخدت ميعاد مع ادهم بيه. مين حضرتك؟ انا مدي لحضرتك الكارت بتاعي، مش نقطه تقريها. طب معلش انا اسفه قوي، حضرتك روح عند الانسه غاده. حصل خير حصل خير. صباح الخير. ايه مفيش منديل لو سمحتي بس امسح النضاره، اصلها مستورده مش من هنا.
ازاي تقفل حسابي في البنك من غير ما تقول لي؟ ومن هنا ورايح مفيش فلوس غير اللي انا حديها لك، وما تعطلنيش انا مش فاضي. يا بابا شركه الاتصالات هتطرح اسهم اكتئاب جديد، عارف يعني ايه اكتئاب؟ عارف يعني اكتئاب هيجيلي عشان هتعوزي فلوس كتير. انا فعلا محتاجه فلوس كتير عشان اعمل خساره. بس يلا يا زفت انت كمان. ايوه انا كنت بغسل المواعين. هم 100 جنيه مفيش غيرهم. ومفيش عربية بعد كده. هات يا بنتي مفيش عربية. ايه يا بابا دي امي كانت جايبها لي. امي كانت بتسرق مني فلوس بعد ما نام. انا امي كانت جايبها لي. امي يا نهاري اسود ومنيل. سجاير؟ يحصلي السجاير دي كمان؟ دي مش بتاعتي، دي بتاعت سالي، كانت هنا امبارح ونسيتها وانا شلتها عشان ابقى اديها لها. سالي انت فاهم ان انا مش هعرف؟ هعرف، هعرف كل حاجة ومفيش ولا مليم بعد كده. هات يا المفاتيح. يلا انت ايه اللي خلاك تدور انت كمان؟ الله اسيك شربة زيب وخلاص. انا ركبت. يلا يلا غوري من هنا. لندن الاستراليا وطوكيو ونيويورك. ليه مش حاطين توقيت الشرابية يعني؟ ده الشرابية دي فيها شغل كده بس اللي يلاحق. يلا جرحت الشنطة. بعتيلي سالي بسرعة يا غادة. حاضر يا فندم. مين ده يا غادة؟ ده أدهم بيه. طب يبقى سلمي لي عليه بقى. السلام عليكم. رايح فين؟ ها قلت أقف شوية. في إيه يا أم؟ هو أنا سرقت حاجة ولا إيه؟ شش ولا كلمة. تعالي قولي ها 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 ها. انت ضربه فسيخه الصبح. ايه ده؟ على مود انا ظلمتك. ما هو صاحبتك بتشرب سجاير وملزقاها فيكي. الاستاذ ده عايز حضرتك. عاوز ايه ده اخر رشدي اباظه؟ وده عاوز ايه؟ جاي يدور على سامي جمال هنا؟ انا مش فاضي. بس بيقول انا عايزك في شغل. خليه يدخل وانت لمي حاجتك بسرعه. يلا اتفضل.